محورت أعمال المؤتمر الثاني العادي لحزب الديمقراطي للشعب التشادي حول موضوع الشباب التشادي يواجه تحديات أمنية في الوقت الراهن، وعلى ضوء خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل لعام 2021، هم واثقون تماما بكفاءة حزبهم والمضي قدما نحو تحقيق الديمقراطية بممارسة الحق الانتخابي، وذلك عبر مساندة مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ مشير تشاد إدريس ديبيتنو. وتخللت المناسبة تكوين المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي للشعب التشادي والبالغ عددهم 49 عضوا تحت رئاسة رئيس الحزب الدكتور جيما كليما باجو، والذي طلب من مناضلي حزبه باحترام الأسس والنصوص الأساسية للحزب. اوكي نشيل لا ديسيزيون قلنا كانديدا اللي قاعدين ماشيين في بريزونسيال انا 2021 ده ان نجيبو سوتيان ران لي مارشال دي تشاد ادريس ديبي ايتنو عشان لي ابي انا بلدنا. ان المقررات التي انبثقت عن هذا المؤتمر تحدد الموقف الحاسم لمناضلي حزب الديمقراطي للشعب التشادي لدعمهم مرشح الحركه الوطنيه للانقاذ بقناعه، وذلك بناء على البرنامج السياسي الطموح الذي عرضه مرشح الحركه الوطنيه للانقاذ المشير ادريس ديبي إتنو.